رغم أن دونالد ترامب أضحى المرشح الجمهوري الوحيد إلى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، فإن حملته الانتخابية قسمت المحافظين بدءا من رئيس مجلس النواب بول رايان الذي أعلن أنه ليس جاهزا بعد لتأييده، وصولا إلى جورج بوش الأب وابنه اللذان أعلن عدم تأييده. وأصبح ترامب المرشح الوحيد لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري بعد أن انسحب آخر منافسيه حاكم أوهايو من الانتخابات التمهيدية. ولم يذهب رئيس مجلس النواب في تحفظه إزاء ترامب إلى حد إعلان نيته التصويت للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون كما فعل بعض الجمهوريين، قائلا إنه لا يجدر بأي جمهوري أن يصوت للمرشحة الديمقراطية. وأعرب بول رايان في الآن نفسه عن أمله في أن يتمكن من إعلان تأييده لترامب إذا استطاع الأخير أن يحصل على التفاف الحزب بشأن ترشيحه. ولا يتمتع ترامب بشعبية في صفوف النساء ولا السود ولا في صفوف الناخبين من أصول أمريكية لاتينية، وهي أصوات تعد ضرورية لإيصاله إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين الثاني نوفمبر المقبل.